دائما أكثر ما يكون من وساوس تكون في الطهارة. أنت بدن وسواسك وحك إيمانيا طهارة. نعم، والشريعة جاءت لقطع الوسواس. شريعتنا وحي أتمد إن أي وسواسك جويسو. الوسواس من من؟ يا وسواس كقدعة من الشيطان. يكي ماذا عفوا وكي ماذا شيطانك؟ لماذا تطيع الشيطان ولا تطيع الرحمن؟ محاد شيطانك واطيعي صدر الرحمن واطيعي ويدي. أهل السنة والجماعة صلى الله يجعلني وإياكم منهم ليس لديهم وساوس. أهل السنة والجماعة أكثر وساوس معها. نعم، فيأتيك الشيطان بالوساوس حتى يفسد عليك العبادة. شيطان كقو إيمانيا وسواس بقول إيمانيا سئو كغفس هذه عبادة. وسئل بعض السلف، سلف قال كي وحل ويديي ما بال اليهود والنصارى لا تأتيهم وساوس في عباداتهم، يعني لا يوجد عند اليهود والنصارى سجود سهو ليس عندهم وسواس أبدا. محاد عي أو يهودي النصارى مركي عبادي سنيان أن وسواس هو إيماني بمعنى يو سجود سهو ما إلها. قال وما يصنع الشيطان بالقلب الخارب. وحير شيق سمحو شيطان كفر يا قلبي سقب خربنا بابا سنة. أعمالهم كلها خراب. أعمال شغلن وبابا. ماذا يصنع فيها الشيطان؟ هي فاسدة أصلاً. إذا وفاسدة محوك فليا. أعمالك لأنها صالحة يريد يفسدها عليك بالوساوس. أعمال شغل أعمال في عنوي رب الله سبحانه وتعالى وشيطان دوني نقابس هذه. فماذا تصنع؟ محاط قبل مركها. تترك الوسواس. وساس سقطت. بعض الناس يظن أن لديه سلس بول. ذلك قارك وحي موديان إن يكاذلك صعطه وهو ليس فيه شيء وحبا إسوه وصل قبين يقول لا يخرج مني قطرة بول يعني وحي لي وحا كاذل بعد يصب يقتمد. نقول هذا ليست ببول، هذا أثر غسل الذكر بالماء وحني كاذمة هي وراتك بيه أذكر نقضي ذكر كاغا حبنت هذا. يقول لا أنا أنتظر أحيانا في دورة المياه ربع ساعة وأحيانا أقفز وأحيانا أصنع حتى أنزل. وحليه هاي مكان خوش قرو إلى 15 من سنة تمدق مسخوس كل حشرة يا أنت بل وحن نقى يا ونمير يا وذكر كيجا. من قال لك تصنع هذا؟ يا سايري كوير السماء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من العلماء لو أن يسير النجاسة يعفى عنها. علماء وحي إلى هذه الصلاة المكمل يا هاي نجاسة ير والعفيه. نعم، لو كانت هذه قطرة بول هذا يعفى عنها. حديتها وحني لبعير والعفيه. جاء رجل إلى الإمام نعم ابن عقيل رحمه الله تعالى. ابن عقيل بني ويمد. فقال يا إمام إني أنغمس في اليم، يعني يدخل بكامله في البحر أو في النهر أو في برميل من الماء. قال أنغمس في اليم ثم أخرج وأرى أن مني شيء لم يصبه الماء. وحير إمامه بيان احتيم بنيا بركتها النقطة بدها النقطة وبي بيان احتيم بنيا وأن صوب حيا حدنا وحندريم يشرك جميل كبير البيه قارم ولي. ماذا علي؟ محان سمايا. قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك، مثلك لا يصلي. وحير وحان أركيا أذوك له ما تكره صلاة غمرها. قال ولما؟ محاد عيب ولي. لماذا لا أصلي؟ محاد تكن واي. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم. مجنون. وحير النبي محمد عليه الصلاة والسلام سدح قف ولا غرف إيه تكليفك. نعم، أنت إما أن تترك الوساوس وتكون مع الله سبحانه وتعالى أو تكون مجنون وتبقى على الوسواس. ماذا تختار؟ إناد لبحة رمضان حيسا إناد وسواس كتكتد وذهب بعزة سبحانه وتعالى أما إناد نقطة الروح وعلم حسب إليه. نعم، يكبر الآن للصلاة وحن قصوا بحن الطهارة دي هذا الصلاة دو استغياء وتكبير سنية ثم يأتي الوساوس، هل هو متوضع أو لا؟ شيطان بمكي ومن وعليه ورنيه هو يسقطي. لو خرج من الصلاة آثم. حضيه الصلاة وكبح الروح وادن بابيا. توضأ وبعد الوضوء خرج من الوضوء وشك هل مسح الرأس أو لا، لو رجع وتوضأ فهو آثم. وسوي سقاتي مثلا
شيدان باو وكو ورنيه مدخ ما ادان ميرين حدو لاطه او اطيعوا دنبابيا. اذا جاء الشك جاءت الوساوس بعد انتهاء العباده لا ترجع الى الوساوس اطلاقا. مركا اد عباده ستود عباده غدته حدات حدو شكي كو يمادو وركا هدغيسن سدا كو سوقو. نعم. اذا